خيار المقاطعة الذي ذهبت فيه مجموعات متنامية أعدادها من التونسيين لمنتجات عدد من الشركات الغربية ردا على دعمها لمحتل ينفذ المجزرة تلو الأخرى بحق الفلسطينيين، ذهب بالسلوك الاستهلاكي إلى منح الإسناد للإنتاج المحلي التونسي في مختلف القطاعات، وصار التثبت من توفر المنتوج على الرمز الخاص 619 محددا إضافيا للمنتوج فضلا عن الجودة والثمن. الانتاج التونسي هو الاول، نشجعوا الناس ناخذوا ديما نشجعوا نحسنوه هكا ونحاولوا باش يتحسن. اما انا واحد الناس نشجع المنتوج التونسي، نشجع منتوج بلادنا فكره به، اما احنا نشجعوها على الاقل هم ينقصونا شويه في الاسواق. حاجه يعني شو حاجه كي تخرج شنو تولي الطلب عليها برشا تولي تتحسن. تفرج الزيت نتاعنا موجود في الاوروب، موجود في فرنسا ويتباع بسويم غاليه، معنا حاجه بونيتا، معناتها حاجه باهي. نستاهل تونسي، فهمتي؟ اذا كان اي دوله او اي بلاد تحب تحافظ على المستوى نتاعها الاقتصادي الواحد تستهلك بها. وعليه انطلقت الحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى استهلاك تونسي، مستفيدة من حاضنة شعبية ومن نجاحات مبادرات اشتغلت على هذه المسائل منذ بضع سنوات. هدى الناصري تتحدث عن استهلاك تونسي 619 ونجاحها على حداثتها في ربط صلة ثقة بين المستهلكين والمنتجين على حد سواء عبر موقع التواصل الاجتماعي يضم أكثر من 500 ألف متابع. المشغل واحد يجمعهم وهو دعم الاقتصاد الوطني. وين فما نقد بناء لاي منتوج يصير تفاعل مع الشركه اللي تتصل ديريكت بالمواطن وتحاول تحسن وتهبط لنا دي بيبليكاسيون كل شيء، وهذاك هو المطلوب. راهو المطلوب مش ما فما حتى منتوج في العالم من حتى ماركه لابدي من الاول باهي، راهو يتعدى على مراحل. وراهو مهم جدا، راهو نقول ونعاود انه مهم جدا انك تنقد، استهلك وانقد، ما عجبكش انقد. وهذا عمل تؤكد منظمة إرشاد المستهلك يجب أن يقترن بمسار مؤسساتي ينطلق بوقف توريد مواد بجودة ضعيفة، وذلك لتوفر مواد مماثلة لها في تونس بجودة عالية، وهذا دعما للصناعات التونسية. برنامج يجب يكون على مدار السنة هوي، لازم يدخل في عاداتنا وتقاليدنا. راهو مطالبتنا ونزيد بكل إلحاح عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس، هو مساند المنتوج التونسي، مساند لاقتصادنا، مساند للنسيج الصناعي التونسي. الفايدة في الدواء، الوعي ديما موجود، راهو يصير حدث يصير وعي ومن بعد نبردو ونرجعو كيما كنا. الفايدة في الدواء، انت واعي انه لازمك تقري تونسي وتوكل تونسي وتداوي تونسي، واعي بالفكرة هذه لازمك تكمل على الاخر. انت اكيد عندك اختك، عندك بنت خالتك، عندك بنت جيرانكم عندها منتوج تونسي، كان انت ما تشجعهاش وهذاك ما يشجعهاش وهذاك ما يشجعهاش، كيفاش باش تتطور وتولي تعمل منتوج به وتنجم زادة تصدره لبرا؟ وكل هذا يجب أن ينزل على أرض الواقع بمراجعات لتجارب لم تكن في معظمها وحسب تقديرات بعض طيف المجتمع المدني ذات مردودية عالية مثل الامتياز التجاري أو ما يعرف بالفرانشيز. حتى شيء ما جاب الفرانشيز في بما فيها المساحات التجاريه الكبرى وغيرها، شنو اللي جاب لتونس؟ ما جاب حتى شيء. علاش ما لقاوش ماركات تونسيه اللي عندنا نحن الفرانشيز نعملوه في تونس بين بعضنا؟ علاش نقعدوا نجيبوا من برا في سلعه متدني الجوده؟ راهو المنتوج التونسي يلزم الناس الكل، السلطه ومجتمع مدني وكلنا مع بعضنا نقولوا كانك تونسي شري تونسي ونشجعوا على المنتوج التونسي. استهلك تونسي فكرة مبادرة أيا كانت المسميات يمكن استثمارها والمضي بها تصورا لتطوير الإنتاج التونسي والرفع من فرص تسويقه في الداخل والخارج.